في بعدين تبدأ تستخرج مسننات. يوما بعد آخر تعزز التكنولوجيا مكانتها الهامة في حياتنا، وإيمانا بهذه القناعة وتحت شعار واكب عالمك، دشن فريق أكاديمية الموهوبين في حضرموت برنامجه التعريفي للريبورت التعليمي وشرح أهميته المستقبلية في مختلف مجالات الحياة المرتبطة بالإنسان. أهمية هذا البرنامج كما قلت سالفا أنه يسعى إلى غرس ثقافة فهم الروبوت واستخدامه في الحياة العملية. التكنولوجيا أصبحت لغة العصر، والعصر هو أصبح عصر المعرفة، هو علم المعرفة. كل مجالات الحياة تحتاج إلى الروبوت، من الصحة، من الصناعة، الثقافة، العلوم، بل حتى صار في الرياضة، وكما نشاهد تكنولوجيا الرياضة كلها تعتمد على الروبوت. البرنامج التدريبي الأول من نوعه يستهدف في مرحلته الأولى طلاب المدارس الابتدائية والثانويات، حيث يعتزم الفريق تنفيذ جولة تدريبية تشمل مختلف مدارس وثانويات محافظات الجمهورية، ليس فقط لتقديم شرحا تعريفيا بعلم الريبورت، بل أيضا لإتاحة الفرصة عن قرب لطلاب المدارس للمشاركة في بناء الريبورت والتعامل مع أنظمة التحكم به. فيما تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج التعليمي طلاب الجامعات والمعاهد العليا. برنامج الروبوت بشكل عام اليوم الذي بدأناه يستهدف طلاب الثانوية في ثانوية بن شهاب في هذا اليوم، وقمنا بتعريف الطلاب من خلال البروجكت على ماهية الروبوت، فوائد الروبوت، أنواع الروبوتات، بالإضافة إلى تطبيق عملي لبرنامج الروبوت اللي هو البرمجة، بالإضافة إلى روبوتات جاهزة جبناها معنا. فريق أكاديمية الموهوبين الحضارم، والذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية من المشاركة في العديد من البطولات الوطنية والعربية والدولية في مجال الريبورت وتحقيق المراكز الأولى، يستعد وبعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه في مدن ساحل حضرموت في التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في البطولة العربية 9 المفتوحة للريبورت. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.